السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعيد سعيد عليكم يا رب. النهاردة بقى هنعمل الفتة الحلوة دي، يلا نشوف عملناها ازاي، نشوف مقدرنا ايه، ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. بس الاول مرة اشوف قناتي، ما ينساش ينزل يشترك فيها، فعل الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد مني. يلا بينا نسمي الله. اول حاجة انا جبت حلة نزلت فيها باللحمة بتاعتي، تمام كده، ومعايا بصلايه وطماطمايه وحبهان ومستكه، وهبتدي انزل بيهم على اللحمه. هديها تشويحه الاول قبل ما انزل عليها الميه السخنه. بعمل اللحمه بالطريقه دي بحس ان اللحمه كده طعمها حلو، التشويحه بتديها طعم كده مميز يعني. هنزل عليها برشه فلفل اسود بس ما تقطريش عشان ما يغمقش الشوربه، وهسيبهم شويه على النار يتدبلوا كده مع بعض، اللحمه تاخد لون. اهم حاجه تنزلي اللحمه على حله سخنه عشان تاخد صدمه، واي وقت عايزه تزودي الشوربه هتزوديها بميه سخنه، واللحمه ما بتحطلهاش ملح خالص عشان ما يعطلش سواها. لما وصلت للون اللي من تحت لون حلو اهو، رحت قلبه على الوش التاني واسيبها شويه كده، وغطي عليها النار عشان ما تتلسعش منك. تمام تمام كده. وبعد كده هقوم رايحه عامله ايه، حاطه حله تانية بتغلي فيها ميه مغليه. لما وصلت للدرجه دي خلاص شويه كده ولقيتها ابتدت هتنشف، هنزل عليها بالميه السخنه على طول، الميه المغليه. وزي ما قلت لكم مش هحط ملح دلوقتي خالص، انا هسيبها تاخد كده، كان ريحتها تحفه تحفه تحفه. جربوا مستكه اصاله كده هتعجبكم، حلوه قوي. دلوقتي بقى معايا حلة على النار فيها زبدة سمنة اقصد، وشوية من الزيت. هنزل عليهم بالرز بتاعي، رز ابيض مصري عادي، وهديله تشويحة حلوة كده مع السمنة. التشويحة دي هتخلي الرز معاكي ما يعجنش ابدا. بس انا مش هصفره، انا مش هحمره ولا هديله لون خالص، انا بس هديله تشويحة كده بسيطة، وهنزل على طول بالمية. لكل كوباية رز كوباية مية، تمام كده. الرز بتاعك ما بيستويش وانتي عارفة كده، بتزودي نص كوباية مية فوق المعيار، اما هو الطبيعي كوباية عليها كوباية، تمام كده. وهحط الملح بتاعه وهغطيه، وهسيبه بقى لغاية ما يتشرب خالص. ما يتشرب هحط شياطة وهوطي عليه النار لغاية ما يستوي يبقى زي الفل. اليوم اللي انا عملت فيه الفت ده كان يوم صعب جدا، كنت صايمة الحمد لله، يعني الجو كان صاق. دلوقتي بقى هعمل ايه، هروح اعمل الدقه بتاعه الفته. بجيب شويه من السمنه واحط عليهم شويه من الثوم، وابتدي ان انا احمرهم. بس وانا بحمرهم انا هصفرها، بس ما تخليش درجه الثوم تاخد لون قوي علشان ما يمررش معاكي، تمام كده. معايا الطبق اللي انتوا شايفينه هناك في الصينيه ده في شوربه، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. الشوربه دي اللي انا هروح احطها على العيش، انا معايا عيش ناشف بتروحي توديه الفرن يتحمص شويه. دلوقتي انا هنزل بربع كوبايه من الخل تقريبا، على حسب بقى كميه الرز اللي انت عاملاها، ما تكتريش يعني. بصوا بقى هاخد نص الكميه دي احطها على الشوربه اللي عندي، الشوربه دي اللي انا هسقي بيها العيش المحمص، ماشي. هحط نص الكمية بس، والنص التاني بصوا اللحمة بهدلت البوتاجاز غسلته بقى زي الفل يعني الحمد لله. المهم دلوقتي هنزل بقى عليها بشوية من الطماطم على نص الثوم، هسيبهم يتسبكوا خالص عشان دي بقى هتبقى الدقة بتاعتنا. عايزة تحط لها فلفل اخضر حطي، بتبقى طعمها حلو برضو. وهحط لها فلفل اسمر وشويه ملح، لو عندك بهارات سبعه حطي، تمام كده. سيبهم بقى خلاص، وايه شوف هنعمل ايه تاني. بس بحط لها رشه الفلفل اللي انا قلت لكم عليها. كنت بقول لكم بقى على العيش، العيش وانتي بتحمصيه، انا كده كده بجيب عيش ناشف بس بديله كده تشويح على النار بحته زبده، او تحطيه في الفرن وتحطي له حته زبده. مش عايزه ما تحطيش وخليه خفيف كده، مش مشكله. ساعات كتير ما برضوش احط له علشان خاطر يبقى خفيف، ما يبقاش بقى دسم ودسم ودسم، تمام. دلوقتي بقى خلاص اتسبكت اهي، هعمل ايه، هاخد شويه من الشوربه
علشان تبقى خفيفة شوية، ما تبقاش كده يعني ايه تقيلة. وهخليها تغلي غلوة وحطفي عليها وخلاص كده. يبقى بصوا بمنتهى السهولة خلصنا الصلصة والشوربة جاهزة عندي. بس الشوربة دي انا مش هنزل بيها على العيش، هو العيش انا بوريه لكم اهو، ان انا هحمره كده على النار بس كده. يا اما عايزه تدخليه الفرن تدخليه من غير سمنه من غير حاجه، لو مش حابه ما تحطيش خالص، ويستحسن عشان خاطر تبقى خفيفه يعني. خلاص كده، بس كده. ونروح بقى نعمل ايه، هنحمر اللحمه بتاعتنا علشان تدينا شكل حلو كده وطعم حلو احنا بناكلها. بجيب حته زبده وشويه من الزيت وببتدي يعني انزل عليهم باللحمه بتاعتي. اهم حاجة وانتي بتحمري اللحمة تغطيها، عشان اللحمة فظيعة بتطرطش في الوش. وكمان مش مشكلة احنا لما نغطيها، ده بيديها طراوة، تمام؟ يعني هنستفيد من ناحيتين، ان هي ما تطرطش علينا وما تطرطش على البوتاجاز، وكمان بيديها طراوة. بس كده هديها تشويحة حلوة كده وهقلبها من الوش ده على الوش ده. ودايما بحب اذكركم ان احنا اي حد كده دايما هو بيعمل اي حاجة في المطبخ يستغفر يصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، عشان ربنا دايما يبارك له في حياته. اهو بغطيها زي ما قلت لكم علشان خاطر ايه ما تردش عليا. اول ما تتحمر كده بعد شوية اقوم قلباها، بس ما تنسيهاش عشان ما تتحرقش منك. وكان طعمها ما شاء الله زي الفل، طعمها حلو جدا. اهو خلاص كده انا معايا العيش المحمص بتاعي، هنزل عليه بمغرفتين بس او ثلاثة صغيرين من الشوربة، مش هكتر عشان العيش ما يبوش معاكي. عايزة تحطي بعد ما تحطي الرز حطي، بس انا لا مش بحب كده، بحب ان الرز يبقى كفاية عليه الصلصة، وان العيش هو بس اللي ايه يعني احط عليه مغرفتين كده شوربة من اللي هي سخنة مغلية. دلوقتي بقى هنزل بالرز بتاعي المفلفل اللي زي الفل، طلع بصوا ما شاء الله اهو. اول ما بيتشرب بوطي عليه على طول واسيبه بقى ايه يقعد وقت ما يقعد، اول يعني نص ساعة تقريبا وبقى زي الفل حسب كمية الرز زي ما قلت لكم. ودلوقتي هنزل على طول هظبط بس كده ونمسح بمنديل اي حاجة من على طرف الطبق عشان عينينا بتاكل قبل بقنا. وبعد كده هنزل على طول بالصلصة بتاعتي، حطيتها في الكنكة دي عشان خاطر بس اعرف يعني يبقى ليها بوزة كده اعرف اصب منها اي حاجة يعني، وانا بنزلها من الطبق وقعت عليها مش مشكلة. دلوقتي بقى هنزل على اللحمة بتاعتي وارصها اي كده اي شكل زي ما اي حد يحب. اتفضلوا والله يا جماعة اهو. بس كده شفت بقى وصفتنا سهلة وجميلة ازاي، حلو جدا. نمسح كده حوالينا ان شاء الله. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. واسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.